في الحياة العائلية إذا الرجل يملأ البيت بالذهب والفضة هذا لا يجدي في إقامة سعادة عائلية. السعادة العائلية تجدها في أحاديث المعصومين صلوات الله عليه. ولكن اشقد من المؤسف أننا بعيدين عن هذه التعليمات. يوم من الأيام فكرنا أن نضع برنامج نطالع ماذا قال المعصومون، هؤلاء المتصلون بتلك القوة المطلقة الذين ذكروا كل شيء ينفعنا في أخرانا ودنيانا. فكرنا أنه نضع برنامج الرجل شلون يتعامل مع زوجته، أشياء أكو صغيرة جدا في الروايات، يعني في سطر واحد، ولكن تبني الحياة العائلية. من يعرف كيف تتعامل المرأة مع زوجها مذكور في الروايات، لكن من يقرأ؟ من يطالع؟ كيف تتعامل مع الأولاد؟ شنو الحدود تعامل الرجل مع زوجته في الشدة، في الرخاء، في الأسرار؟ كم من الأسرار يقول الرجل لزوجته وتقول المرأة لزوجها؟ كل شي نقول لأزواجنا وزوجاتنا؟ كل شي ما نقول؟ أكو حد وسط؟ لا نعرف. الإنسان عندما لم يعرف الطريق، ما كان على نور، شي يصير؟ يقع في المنخفضات والمرتفعات.